مع برج الجوزاء، خلينا نشوف طاقتكم في هاي الفترة التوقعات. خلينا نشوف أول شيء الطاقة تبعتكم كيف حتكون طوال هاي الفترة. أها، شوف يا برج الجوزاء، عم بتكون في قدامك في شخص يمكن عم بخوفك، خاصة يمكن في العمل، في العاطفة، من الأصدقاء، عم بخوفك أو عم بيكون متسلط أو كلامه جارح أو من هاي النوعية. فاللي عم بشوف طاقتك في هاي الشهر، كل الشهر عم بتركز على هذا الموضوع، إنك تحجم هذا الشخص، إنك عم بتحط له حدود، إنك عم بتفكر كيف ممكن تتعامل مع هذا الشخص، لأنه شخص مثل سايكو، شخص غريب الأطوار، بحب لك الشر، ما بحبك. عم بتفكر طول الفترة، أو عم بتكون مش خايف، يعني عم بتكون بدك تتخلص من هذا الشخص، وفعلا رح تتخلص منه، أو على الأقل من الخوف والمشاكل اللي عم بيسبب لك إياها. خلينا نشوف إذا بشكل عام توقعات الجوزاء. زي ما قلت لك، في كارما عندك، هذا الشخص اللي ظلمك راح تظهر عليه النتيجة وراح ياخذ جزاؤه هذا الشهر، هاي الفترة اللي أنا قلت عنها. راح يصير في خلي أوه على فكرة ورق كتير للجوزاء، الحمد لله. وأخيرا أها، خليني أقول الطاقات قبل ما أنسى. الطاقات حبايبي عم بتكون ميزان، ممكن في الجوزاء اللي هو أنت، وممكن شخص تاني كمان عم تتعامل معاه جوزاء، عم بتكون أكثر من مرة مر معاي الميزان. ترابية كمان، كتير ترابية مش شوي، في مائية في هوائية، هدول أكتر شيء يعني بينوا. إذا قلنا في كارما عندك هذا هاي الفترة، وراح تاخذ حقك من هذا الشخص اللي ظلمك. مبين في ناس عندهم سفر، أنا عم بحكي بشكل عام يمكن، وأنتوا تفسروها زي ما أنتوا ظروفكم، يعني أنتوا أعرف بالموضوع، وقراءة عامة ما بتنطبق على الكل. إذا حكيت عن مواضيع عاطفية ممكن تكون عكسية، أنتوا بتعرفوا هذا الموضوع. بالنسبة للسفر، ممكن جدا انه برج الجوزاء هاي الفترة يسافر، في عنده سفر، ولكن مع اشخاص مش وحيد، على الاقل شخص واحد ممكن يكون معاه. في رجوع من شخص، في او شخص جديد حتى، ولكن اللي مبين اكثر انه في شخص قديم. على فكرة كمان في فرصة حمل قوية جدا للجوزائيين، إن كانوا نساء أو الرجال الجوزائيين نسائهم، في عندهم طفل ممكن يكون في يعني أكثر من، خلينا نقول أكثر من فرصة، في فرصة حمل، وفي فرصة خلينا نقول معنى ثاني للكارت إنه ولادة مشروع جديد، شيء إكسترا أنت عم تشتغله عن الشغل أو بهذا الموضوع. وممكن يكون بالنسبة للرجال الجوزائيين، ممكن تكون هاي عبارة عن أنثى متكاملة عم تظهر في حياتهم وعم بتأثر فيهم بطريقة حلوة. بالنسبة للمرتبطين والمنفصلين، عم بشوف في تنازلات كثيرة من الحبيب، في عرض، ممكن يكون عرض زواج أو عرض رجوع، عم بشوفكم رغم الاختلافات الكبيرة بيناتكم، في مبين اختلافات كبيرة بين الشخصين، ولكن عم بتقربوا شوي شوي من بعض. وهذا الحب، في حب حقيقي بيناتكم، هاي العلاقة عم تتوج، عم تتطور، يعني من هذا النوع، عم بيصير في توازن من بعد ما انظلمت في ميزان، في أكثر من ميزان، في عندك ثلاثة، في عندك ثلاث ورق فيهم كارما، في 100% رح يوصلك حقك لحديت عندك، وممكن يكون في العمل، ممكن يكون في العاطفة، بس أنا شايفة بالعاطفة خاصة
راح يركز برج الجوزاء على العاطفة، لأنه في سعادة عاطفية كبيرة جدا. ممكن تكون كمان زواج، أنا شايفة بينك وبين الشخص اللي بتحبه في زواج، في أولاد. إذا كنتوا أساسا متزوجين فالأولاد راح يفرحوكم بموضوع معين، أو إنه يعني عم تتقربوا من بعض أكثر من بعد ما كان يعني الجوزاء شوي بعيد ومشغول بشغله وبأموره. عم بشوف كتير في فرصة إنه يعني ترجع الأمور، يعني شايفتها أحلى من الأول حتى بكتير. في مادة، في ترقية بالعمل، في رح تاخد حقك إذا كان الحق اللي عم نحكي عليه بالعمل رح تاخده، في مش مشكلة. ولكن في حدث كبير رح يصير هاي الفترة، هذا الحدث رح يعطي كل واحد على حسب نيته. خلينا نقول إذا أنت كنت، أنا ما بعتقد إنه الجوزاء بيظلم، إذا أنت كنت ظالم حدا رح تاخذ جزائك أو العكس صحيح. فأنا ما بق يعني ما مش عارفة إذا الجوزاء ممكن يعمل هيك شيء، بس أنا اللي بعرفه لا. شايفة إنه الشخص اللي بتحبه أو شريكك عم بيراقبك كثير، عم بفكر فيك طول الوقت، عم بيكون في عنده شعور بندم، يمكن عمل شغلة كبيرة أو شغلة زعلتك بناحية من النواحي. بالعمل عم بشوف قد ما كان في أشخاص عم بيحاولوا إنه يثبطوا من معنوياتك، عم بشوفك طاير لفوق، يعني مش سائل عن حدا. برج الجوزاء هاي الشهر حلو على الصعيد العملي وعلى الصعيد المادي والعاطفي أكثر شيء، فنيالهم إن شاء الله يا رب إنه تنطبق مع أكبر عدد ممكن. خلينا نشوف أكثر على العاطفة. كاس كبير جدا 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 من الحب، في مشاعر قوية كثير بينك وبين الحبيب، عم ترجع تتحرك وعم يرجع الوضع يرجع أحلى من الأول. زي ما قلنا شايفيتك عم تتشرط، عم بتحط شروطك، عم تتحكم، تكون انت المتحكم في العلاقة. شايفيتك برج الجوزاء عم تستعين شوي بشخص اكبر منك. على فكرة الشريك، او هاي قراءة ممكن هاي عاطفية ممكن تكون عكسية ايضا. انت او الشريك عم بيخبر اهله عن الموضوع، الشريك يمكن عم بيخبر اهله عن الموضوع وعم بيتم الموضوع على خير. شايفة في تطور والهاند مان اللي هو الأمور اللي كانت مؤجلة، الأمور اللي كانت كتير خلينا نقول جامدة كلها رح تتحرك. يعني بالعلاقة العاطفية في حركة وفي أكشنز كتير هاي الفترة. شايفة إنه الشريك كتير مقبل عليك ورح يعني يقدم شيء بالنسبة لإلك. شايفيتك بالنسبة أنت لإلك رح تكون شوي حذر، شوي عم تكون تقيل يا واد يا تقيل، بس عم بشوفك أنت بتحبه هو بيحبك، يعني فلشو تكبير الراس. عم بشوف من بعد ما كنت أنت في عندك غيوم، في عندك أكاذيب عن الحبيب، يمكن مناوشات مع الحبيب عم تنتهي. فكل الورق الحمد لله حلو جدا لورق للجوزاء، يعني يمكن يكون من اكثر الابراج المحظوظه هاي الفتره، لانه احلى ورق يعني بين عندي تقريبا. مبين انه في كثير راح تكون يعني حميميه اكثر في العلاقه بينك وبين الشريك، خاصه اذا كنتوا ازواج فراح يكون اكثر العلاقه ما بينكم اكثر حميميه اكثر قرب. كل الورق نفس يعني كل ورق حلو الحمد لله للجوزاء. خلينا نشوف عقلك الباطن يا جوزاء شو عم بيقول لك هاي الفترة، او عم على شو عم بتركز اكثر شيء. في عندك انتصار كبير، شايفيته أكثر من ناحية عاطفية،
او حتى من ناحيه عمل، في مشروع كان جامد، في مشروع كان يعني مكتوب له الفشل او كذا، شوي شوي عم ينور. واذا كان هذا الكرت على الصعيد العاطفي لبعض الاشخاص، فشايفه في شجره عيله، في تطور للعلاقه، في اولاد، في زواج، في يعني في شجره عم تنور، شجره العيله الجديده عم بتنور، حتى لو كنتوا متزوجين طبعا. طيب لو في تحذيرات او بشائر ممكن تكون، بس اكثر ايش تحذيرات هذا الورق لبرج الجوزاء شو عم بيكون؟ هنا طلع مقلوب، عم بيقول لك انه شوي روحانياتك يمكن عم تقل هاي الفترة يا برج الجوزاء، عم تبعد شوي عن الروحانيات، صلاة، دعوات. فمثل مش تحذير، يعني تحذير يمكن انه لا ما تعمل هيك الفترة الجاي، حاول انه تزيد روحانياتك، تزيد صلواتك، تزيد علاقتك يعني في ربنا بشكل عام. اكثر اشي هيك بفهمه انا هذا الكرت. هذول الكروت انا كثير بحبهم، دائما بعطونا اشياء ايجابية، مش دائما يعني بس الاغلب. اوه وش بيقول لك؟ اتمنى، بيقول لك اتمنى اي اشي هاي الفترة وتخيله فرح يصير، وكأنه عم بيحكي لك في أمنية رح تتحقق هاي الفترة، فاطلب واتمنى زي ما بقول لك. فكرت جدا جميل، يعني بكمل قراءتنا وبكمل الأمور اللي حكيناها. شوف كمان نصائح من الأنجلز. بقولك أنت أساسا مثل معلم روحاني في داخلك، ولكن انت مش مطور هاي الشغلة، انت ما عم تتعاطى مع الطاقة الكاملة اللي داخلك. زي ما قلت لك قبل شوي بالتحذير انه بعيد شوي انت حاليا من موضوع الروحانيات، فحاول انك تزيدها وتزيد الطاقة الإيجابية طبعا اللي عندك إياها. بيقول لك انت بالأساس شخص روحاني، وبالأساس ممكن تكون معلم حتى روحاني او هيلر للناس اللي حواليك، ولكن بقول لك نمي هاي الموضوع، ما تخليه يعني ضعيف داخلك، نميه لأنه له مستقبل معك. بقول لك ارجع طفل، اطلع من الطاقة اللي انت فيها، الزعل والنكد والكذا. بيقول لك هاي الفترة كتير رح تكون حلوة، ف ارجع طفل، ارجع استمتع بالامور اللي كنت تستمتع فيها زمان. مبين برج الجوزاء شوي من كثر التجارب السلبية اللي عاشها بالفترات الماضية، صار حتى الاشياء اللي كان يستمتع فيها بطل يستمتع فيها. فبقول لك لا، رجع حالك لجوزاء القديم، لانت شخصك القديم، لشخصيتك القديمة هي الصح. فبيقول لك ما تتغير، ما تخليك طفل من جواتك، انت اساسا طفل. فبس عم بيقول لك انه ترجع تستمتع بالامور اللي وتعطي وقت لنفسك، يعني مش كله شغل واهتمام بالاخرين، تعطي وقت اكثر لنفسك، تحب حالك اكثر. بيقولوا لك في حقيقة معينة رح تظهر قدامك، في أو حقائق خلينا نقول في هاي الفترة، فكون متنبه جدا للرسالات الكونية، لكل شيء حواليك، للحاسة السادسة اللي داخلك. في كتير أمور رح تظهر قدامك كنت أنت منخدع فيها، يمكن كنت أنت موهوم فيها، ففي حقائق كتير راح تظهر قدامك ويكون موضوع لمصلحتك، لحتى يكون لمصلحتك كون كتير متنبه
للرسالات اللي جايتك من حولك. فحبايبي برج الجوزاء بشوفكم بالفيديو.